السكان الجميع على المضمار الرملي. الجاهزة بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط التاسع والختامي على المضمار الرملي هنا في نادي السباق والفروسية كأس الوجبة للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية لمسافة 1900 متر. ثمانية جياد تتنافس على كأس الوجبة. نتابع اندفاع إلى المركز الأول والصدارة من أمام المقصورة الرئيسية توبسي تيرفي بالشعار الأبيض والنجوم الخضراء، المدرب إبراهيم سعيد المالك والشيخ فيصل بن حمد الثاني وسليم غلام. متابعة قوية من مرشح قوي ثيرد دايميشن رقم 5 من سلالة دباوي المدرب جاسم الغزالي والسيد خليفة بن شعل الكواري والخيال هاري بنتلي، يبحثون عن إنجاز آخر لهم في هذا المساء. العقدة ورقم 1 ستيفان لاجاج من وسط الجياد المدرب راشد المالك الجهني ملك السيد خالد راشد غانم الكشاش المهندي. متابعة في رابع المراكز بيرفكت ستورم إدواردو بدروزا الآن تقدم إلى المركز الثالث، والعقدة في المركز الرابع إرنيوز خامسا مع جيمي جامبر ومربط إنجاز والمدرب محمد رياض. هنا توجه الجياد نحو الانعطاف قبل الأخير، لا زلنا نتابع شعار الشيخ فيصل بن حمد الثاني في الصدارة مع سليم غلام مع أبو سعيد. محاولة قوية من كرار مرشح قوي على الرمال، كرار من سلالة دباوي توماس لوكاسك من الجهة الخارجية. الانعطاف الأخير والتقدم الكبير لتوبسي تيرفي إلى الصدارة والمركز الأول. آخر 300 متر لا زلنا نتابع الشعار الأبيض والأخضر في المركز الأول، في المركز الأول بكبير، وفعلا الفارق كبير يا محمد. توبسي تيرفي رقم 6 في الصدارة. إذا توبسي تيرفي في تالي بورت المحاولة، ولكن الصدارة محمد مع أبو سعيد يسعد، محمد مع سليم يسلم في المركز الأول. توبسي تيرفي صدارة الشوط وكأس الوجبة بالقوة والسرعة إلى كأس الوجبة. إذا نتيجة كأس الوجبة هنا المركز الأول والصدارة مع رقم 6 توبسي تيرفي، المدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي ملك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن ثاني الثاني والخيال سليم غلام. ثاني المراكز لرقم 7 فيتالي بورتن والمدرب هادي ناصر راشد الرمزاني ملك السيد سعيد بن مبارك بن سعيد الجفالي النعيمي والخيال فالح بغنيم. المركز الثالث لرقم 3 كرار المدرب هادي ناصر راشد الرمزاني ملك السيد مهند جاسم محمد الياقوت والخيال توماس لوكاسك. المركز الرابع لرقم 1 العقدة والمدرب راشد محمد المالك الجهني ملك السيد خالد راشد غانم الكشاشي المهندي والخيال ستيفان لاجاج. خامس المراكز لرقم 5 ثيرد دايميشن المدرب جاسم محمد الغزالي ملك السيد خليفة بن شعيب بن خليفة الكواري والخيال هاري بنتلي. ألف مبروك للفائزين في هذا المساء. سيد ناصر شريد الكعبي مدير عام نادي السباق والفروسية لتتويج الفائزين بكأس الوجبة للخيل المهجنة الأصيلة سليم غلام الخيال الفائز بهذا الشوط. ولدان. يتفضل المدرب إبراهيم سعيد المالكي، ألف مبروك الفوز. ويتسلم كأس الوجبة للخيل المهجنة الأصيلة الشيخ ثاني بن ناصر آل ثاني، ألف مبروك للمالك الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني. صورة جماعية وتذكارية للفائزين بكأس الوجبة للخيل المهجنة الأصيلة، وصورة أيضا تذكارية للخيل والخيال الفائز. ألف مبروك للفائزين بأمسية اليوم كأس الوجبة للخيل المهجنة الأصيلة. مشاهدينا الكرام نشكر كرم تواجدكم.